Génie surveillance. أهلا بزوار قناة جيني سيرفيونس. في هذا الفيديو أريد تبسيط مسألة الدخول إلى الراوتر العملاق للفايبر أوبتيك ZXHN F680. هذا الجهاز يلقى صعوبة كثير من التقنيين بالنسبة للوغين. أولا نقوم بنقل كلمة الويفي بخاصة بالجهاز، نقوم بالربط مباشرة وسنعود بعد الفاصل. نقوم مباشرة بالدخول على صفحة جوجل أو أي صفحة من صفحات الإنترنت، ثم نقوم بإدخال أدرس IP للجهاز، ثم نقوم بالضغط على لوجين وإدخال الكلمة السرية التي ستظهر مباشرة على الشاشة. إذن كما لاحظتم كلمة السرية أو يوزر باس في هذا الجهاز، وهو ويب W ماجيسكيل أروباسك 0063. أتمنى التوفيق لكل إخواني في هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على إعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.